قرش معدي. الحاج اللي واقف فوق ده بيعمل ايه؟ النهارده اخدينكم في جوله فريده من نوعها وحاجه كده حصريه محدش عملها قبل كده، واحنا داخلين معاكم نصور في اكبر حوض سمك في العالم، واللي داخل موسوعه غينيس للارقام القياسيه، وده بيبلغ طوله 48 متر وبيحتوي على 10 ملايين لتر من المياه. متخيلين 10 ملايين لتر من المياه، وبيضم اكتر من 33 الف كائن بحري من فصائل وانواع مختلفه، الاسماك بقى اللي انتوا شايفينها دي كلها. ودلوقتي احنا موجودين في الممر المائي الرهيب اللي على عمق 11 متر، واللي معمول بزاويه 270 درجه عشان نقدر نشوف كل الاسماك من حوالينا وكانك جوه الحوض معاهم بالظبط. ده طوله 48 متر داخل حوض السمك، وحاجه بصراحه فظيعه جدا جدا جدا. طبعا بيبقى فيه بقى عناية دورية بالسمك الموجود في الحوض ده والحوض نفسه، يعني بيتم إطعام السمك ده بمية كيلو من الطعام يوميا، وبيتم تغيير المياه دي بصفة دورية على مراحل. والحاجة التانية اللي مش محتاجة أتكلم عنها كتير، والحاجة اللي فيها نوع من الرعب كده شويتين، وهي إننا هننزل في قارب زجاجي في وسط الكائنات البحرية دي وأسماك القرش وكل الأشياء دي. هيكون بس فرق بيننا وبينهم إزاز، والقارب مفتوح وحاجة كده ربنا يستر منها. فأنا متحمس جدا للتجربة دي، ويلا بينا أوريكم التجربة دي هتكون عاملة إزاي. السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم في فيديو جديد مع إسلام سعيد. والنهاردة موجودين في الأكبر حوض سمك في العالم. احنا موجودين تقريبا تحتيه، وزي ما انتم شايفين حاجات حوالينا غريبة، أسماك قرش وأنواع كتير جدا من السمك زي ما انتم شايفين. هناخد جولة في المكان هنا ونفرجكم على حوض السمك، فتابعوا معانا. مين دي؟ You see yourself? Thank you.
دون القميص ده عشان نلبسه عشان ايه قبل ما نغرق معاه. ماشي. We'll be right back.
Nice to meet you, man. بهزر معاك دلوقتي. بتعمل ايه دي؟ دي مطلعينها معانا تبقى زي جايد كده للرحلة، ونبهت على شوية حاجات من المخاطر، محدش يحط ايده في الماية، محدش يعمل حاجات عشان ما يقعدش نفسه للخطر. We will be survivor, what? So this is the cage where we feed the sharks. 5 meters deep. And the divers will feed them. They are giving tuna, mahan. Bansit. I know bansit. I know bansit, yeah. زي ما انتوا شفتوا تجربة مختلفة جدا فعلا، انك تبقى في قارب وتحتيك سمك قرش، حاجة مرعبة جدا 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 بصراحة، بس تجربة حلوة وانصح بيها جدا. هي مرعبة شوية زي ما انتوا شايفين، حاجات غريبة بتعدي من تحتينا، زي ما انتوا شايفين فرق بيننا وبينهم ازاز بس. ده كده كان البوت القارب الزجاجي.